حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس باب الحوائج. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت، العباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال، غاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم. صبغ الخيول، الله عمين يا أبو فاضل، كبش الكتيبة حامل اللواء. صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، أو تشتكي العطش الفواطم عنده ما يرضى. صاحب غيرة، صاحب حمية. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. يقل يا نور العين در خصن العزم هاج، مالي أخويا عن ورود المشرع علاج. قصدي أروي مهندي من فين لو داج، طفلك يا أخويا حسين فت قلبي بونين. يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني، يا بس لسانه وحالته والله شعبتني، حال العزيزة وحال أخوها
شلون فتني تجذب الونا والرضيع يدير عينه. سوت ابو فاضل قال هلت مدامعها يا اخويا ووقفت حذاي ترتعش وتقل لي يا عمي ذايب حشاي مدة ثلاثة ايام والله ما ضقت ماي واحنا يا اخويا الموت لازم واردين. يقل له يا قطب الحراب يا شايل حملنا خلى يا خويا من العطش يهلاك الله يا عين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا. هذا إلك هذا البيت يا حسين درخصني أنا لهاليوم مذخور والله بالمطهام لدوس خدود وصدور وتدري بهالتربة وتدري اليوم عاشور بالغاضرية النمرة من قاصدين. لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث هذا اليوم وعلى عجالة، هذا يوم مصيبة، يوم عظيم، عن حقيقة الإيمان كمقدمة للدخول إلى يوم السابع، إلى شخصية أبي الفضل العباس، على اعتبار أنه رمز إلى الإيمان. الإيمان لو سألنا ما الإيمان راح تجاوبوني الإيمان هو الاعتقاد، أن تؤمن بشيء، أن تعتقد بهذا الشيء، صح لو لا؟
لكن الاعتقاد يقولون تارة يكون اعتقاد انفعالي وتارة يكون اعتقاد فعلي. الاعتقاد الانفعالي هو الاعتقاد أو الإيمان القسري، يعني تؤمن بالشمس وبحرارة الشمس لأنها فارضة روح عليك، وقت الظهيرة يقولك تقعد بالشمس أنت تبغي السوفي تبغي تقتلني شمس حارقة، هذا إيمان انفعالي أو اعتقاد انفعالي. أكو اعتقاد فعلي قائم على تجربة، قائم على اطمئنان، مثل شنو؟ مثل واحد مريض الله يبعد عنكم السوء، عالجه ما فات في علاجه، جرب الأدوية بعد ما فات، يجي واحد يقول له فلان أكو موجود دواء خوش دواء روح شوفه، يقول بس أنا عاد، هو يروح مسكين أن اللي غرقان يتعلق بأي شيء، يبغي يجرب أي شيء في حياته مسكين حتى لو قتله، فيشتري الدواء يفيده يشوف فيه تحسن. هذا بعدين لو واحد يجي يسأله يقول إيش أخبار الدواء الفلاني، جواب عن إيمان عن قناعة عن اطمئنان عن تجربة. الآية المباركة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان المطلوب في الآية والمقصود هو من النوع الثاني، الإيمان والاعتقاد الفعلي قائم على اطمئنان، قائم على عقيدة راسخة لا إكراها في الدين. احنا شفنا التاريخ إلا إيمانهم خايفين من السيف ومن سطوة السيف، شفتون شنو النتائج اللي صارت بالأمة، غير اللي دخل الإسلام عن قناعة عن اطمئنان. هذا المطلوب يا مولاي، الله يبغيك تؤمن بقناعة باطمئنان، مو لأن أبويا وأمي يصلون أنا وياهم بعد، أنت بعد يا مولاي، خل إيمانك قوي، خل إيمانك راسخ، اقرأ تعلم الثقاف، لازم توصل إلى نتائج حتى بعدين يكون الإيمان في قلبك ما يزحزح على شفا جرف، ما يصير ترى ينهار. كثير من الناس أنا مؤمن وأنا مؤمن، مثل اللي صار في أحد، ما كانوا يقولون إحنا مؤمنون كلنا، وين راحوا؟ خلوا النبي لو ما خلوا؟ لأن ما عندهم اطمئنان. لو عندهم اطمئنان وعقيدة كان مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الإيمان، هذا الإيمان. ولذلك صوتنا اليوم بعد كلش، بعد يوم سابع خطباء إذا ما يروح صوت يوم سابع ما قرأ، يوم أبو فاضل يعني يوم مصرع، مصرع أبو فاضل أعظم مصرع يا مولانا، أعظم مصرع. الإيمان قائم على أربعة عناصر، من اجتمعت فيه عناصر الإيمان اقترب من الكمال. شنو هالعناصر يا مؤمن ويا مؤمنة؟ قال أول عنصر الانكشاف، الانكشاف. أنت حتى تؤمن بشيء أول مرحلة لابد أن تكشف النقاب عنه، تشوفه تعرفه. مثل واحد يجي يقول أنا هذا قرآنكم ما أؤمن بأنه نازل من عند الله عز وجل، يقول عاد تعالوا يا يعني إذا أنت إليك بارض نحكي وياك وتقتنع تعال، وإذا ما تبي تقتنع توكل على الله. كثير من الناس يتحجج بس يتحجج، ما يبغي يقتنعون، ما يبغي يسمع معلومة أو كلمة، رأي مصر عليه وانتهى. هذا أمير المؤمنين يقول هذا إذا يحاججني أنا وأنا علي بن أبي طالب يغلبني معه، ما حاججني جاهل إلا غلبني، من ما يقتنع. نقول تعالي القرآن الكريم نازل قبل 1400 سنة يتكلم عن حقائق موجودة العلم أثبتها اليوم، مثل شنو؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أنت توقف على الجبل يتحرك ما يتحرك، شنو القضية؟ قال دوران الأرض حول نفسها مثل السحابة، هالجبل الشامخ يدور كالسحب. شوف عظمة الله تبارك وتعالى.
فتنكشف أمام الحقيقة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة أو العنصر الثاني شنو؟ قال اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يا جماعة هذا شغل العقل. العقل شلون يعني شغل العقل؟ خليني أنط وياك إلى العنصر الثالث حتى يتبين لك شلون هذا شغل العقل. يعني العنصر الثالث خضوع القلب. قلنا اليقين شغل العقل، خضوع القلب. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول قريش كانوا متيقنين بأن النبي صلى الله عليه وآله على حق، جاب لهم الآيات وبين لهم المعاجز، بس المشكلة في وين؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الجحود شغل شنو؟ شغل القلب، شغل القلب. هم متيقنين أن النبي على حق، بس لحقدهم جحد 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 عندهم جحود. شوف مثلا حتى نقرب الفكرة، لو يقولون لك أكو جنازة عندنا، الله يبعد عنكم السوء إن شاء الله، أعطيكم طولة العمر، عندنا جنازة مجهزة بس نص الليل ما حب يدفنه، من قاعد كويه للصبح أنت في حجرة واحدة. خو آبائنا وأجدادنا الأول كانوا يسوون كذي يا جماعة، الجنازة اللي ما يدفنونها في الليل يخلون عليها اثنين يتناوبون عليها، يقرون قرآن عليها. الحين لو يعطوني أنا قرآن أقرأ في الليل على جنازة، يجون الصبح يشيلون جنازتين، صح لو لا؟ القضية في وين؟ القضية وين يا جماعة؟ هو منكشف الحقيقة، منكشفة أمامه أن ميت هذا، وعند يقين أنه على قولتنا لا يهش ولا ينش، ما بيتحرك المسكين. المشكلة في وين؟ القلب. القلب، القلب مو الجاي ينسجم ويا العقل في الفكرة، كل واحد في وادي. العقل عنده قناعة والقلب ما عنده قناعة. ترى هذه معظم مشاكلنا في إيماننا بالله تبارك وتعالى وفي أهل البيت، هذه المشكلة، أن العقل في وادي والقلب في وادي. أنت حين مو مقتنع أن الصلاة مثلا واجبة في وقتها، مقتنعين شبابنا وأولادنا صدقني على قناعة، القرآن الكريم يحكي، النبي صلى الله عليه وآله يحكي، مع ذلك يغلبهم القلب، يأخرونها ساعات، يخلطوها ويا الظهر. الله سمعنا البعض يقول أولادي لا يصلون كل الصلوات المغرب، الله شنو نومة أهل الكهف هذه، وصم لا مدارس ولا شي بعد، الله تغربنا احنا بعد بقعدتهم بالبيوت، غربنا سهار، صاروا مثل شنو؟ مثل الوطاويط، نهار نايمين والليل بس هذا تشبيه يعني، مو والله هم لا، والليل مثل لبوم يدورون من مكان، من ثلاجة لثلاجة وما أدري شلون، ها تنو فيران يخروشون في البيوت، هاي اللي صاير. فيا مولاي القلب في وادي والعقل في وادي، هذه المشكلة. بعد أكو عنصر رابع، قال بلى، عنصر مهم للغاية، لا يكتمل الإيمان إلا به. شنو هذا العنصر؟ قال المحبة. المؤمن حبه لله تبارك وتعالى يجعله ينشر المحبة في كل مكان. الذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الصفات تحصلها في وين؟ قالوا لك لو تدورها ما تدورها، أبرز نموذج عندنا قمر العشيرة، أبو فاضل سلام الله عليه، أبو الفضل العباس، قمر العشيرة، إيمان يقين عقيدة. قد كان عمي العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان، القلب هي العقل. وعند محبة لله ولرسوله ولأهل البيت، أبو فاضل لو كان دفاع عن الحسين دفاع عن الأخوة فقط، لأن أخوي، لأن احنا شفنا في ناس أدافع عن أخوي ظالم أو مظلوم، هذا مو إيمان، هذا مو إيمان، هذا مو إيمان.
لذلك شوف ايش يقول في كربلاء: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن أخوي وعن إمام صادق اليقين. احنا نتعامل ويا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف التعامل، ها يعطينا دروس العباس في كيفية التعامل مع المعصوم. المعصوم مقدم على كل شيء. إذا تعرض المعصوم للخطر النفوس ترخص لأجله. تذكرون في مشهد لما أمير المؤمنين عليه السلام اتعرض إلى الخطر، وش سوت الزهرة؟ طلعت لو ما طلعت؟ ترى هذا سبب رئيسي أنها تدافع عن إمام زمانها. مكسورة الأضلاع، مسقطة الجنين. روح اسأل النساء، المرأة الله إن شاء الله ما يبلي واحدة، بس اللي تسقط جنينها هذه يخلونها بالمستشفيات مدة أكبر أكثر تتأذى. وهذه طلعت ليش؟ دفاعا عن إمام زمانها. ها؟ هذا أبو فاضل. ولذلك يقول لي الإمام الحسين: أنت كبش الكتيبة، أنت العلامة من عسكري، العلامة من عسكرك يا أبو علي، وتخليه مرمي على المشرع ما تشيله. شنو القوة اللي منعت الحسين؟ واحد قال لأن واحد سكينة بالماء، يعني لو جابوه إلى المخيم سكينة بتلوم عمها مقطوع اليمين والشمال مبضع. واحد قال لا، لأنه كان مجزر ما قدر يشيل الحسين. لا يا مولاي، لو كان بهالصورة كان مات. كل المؤرخين كل الروايات أنه أدركه وفيه رمق من الحياة. زين شنو السبب؟ قال يا شيعة أبغيكم تعرفون منزلة أبو فاضل لما تروحون إلى اليوم. اليوم إذا دخلت إلى ضريحة مو يعادل ضريح المعصوم؟ لو الحسين جابه ودفنه ويا الشهداء ما راح تكون إلى هالمنزلة. لكن واحد يقول ويش هالكلام، أنت شنو تقول؟ أقول لك يا مولاي، أكو واحد أعظم من الحسين؟ ماكو. فلو دفن مع الحسين يغطيه قدس المعصوم، قدس المعصوم يغطيه. اللي يبغي الحسين هذا اللي تشوفه أنت اليوم، فاتح القنوات اليوم وشايف إذا يطلعون من عند الحسين ويقابلهم السلام عليك يا أبا الفضل يصيحون وعباسا، وإذا طلعوا من العباس وراحوا الحسين يصيحون وحسينا. حتى نعرف إحنا منزلة هالأخو. كثير من الناس يمكن عندهم 4-5 أخوان والله يحفظهم لبعض، بس لازم بينهم واحد قريب إلى قلبك كثير. إذا صار لك كم يوم يتباعد عنك حتى قلبك يألمك. روح اسأل اللي دفنوا أخوان، اللي دخلوا المغتسل على أخوه، هذا ما يقدر يمشي، يسندون يمين شمال. ولذلك السيد المقرم أعلى الله مقامه يقول الحسين نزل إلى كل الشهداء على جواده إلا إلى العباس. صعد جواد سيدنا؟ قال لا. صعد ناقة؟ قال لا. يقول راح يمشي، وشايف أنت من المخيم إلى مصرع العباس قاعد بالخيمة إيده على خده ودموع جارية. كل ما أراد الرخصة أرجعه الحسين: روح يا أبو علي، أنت روح يا أبو فاضل، أنت العلامة من عسكري، روح إلى الخيمة، لا تشمت بي الأعداء، مدام رايتك ترفرف على مخيم الحسين إحنا بأمان يا أبو فاضل. وزينب بعد بخيمتها، لكن حالة زينب شنو؟ حاطة راسها بين ركبتيها، طفلة تجر عبايتها، عمّة أبغي ماي، واحدة على راسها زينب بيموت ولدي، العطش العطش. وزينب ما تحكي، شوية تدخل الرباب عليهم حاملة هالطفل. الرباب ما سلمت،
اجت وخلت الرضيع بحضن زينب وارادت ان تخرج من الخيمه. تعجبت زينب، شو تسوي الرباب؟ ما طالعت الطفل زينب، عيونها معلقه على الرباب، شو تسوي؟ راحت تبغي تطلع من الخيمه، صاحت رباب. قالت بلا سيدتي. قالت رباب مو كافنك هالنساء والاطفال اللي مشيبيني، بعد طفلك جايبتنا بحضني. بعض النساء يقولوا لا تفصلون لان مصيبه الرضيع، احنا امهات وعدنا اطفال نعرف الماساه، لا تاذونا. امامنا الصادق عليه السلام يقول حدثوا شيعتنا بما جرى عليها. زينب طالعت الرضيع والرباب تقول لها سيدتي مو جرأة عليك ولكن خذوا طفلكم يموت عندكم. طالعت زينب الرضيع وإذا بعينيه قد غارتا في أم رأسه. يعني شنو هالحكي؟ يعني الطفل كان يموت يا جماعة، كان يحتضر يلوك لسانه، ما عنده قوة يبكي. زينب لما شافت الطفل صاحت واولداه. قومي يا رباب، قومي وياي، قومي يا سكينة، قومي يا نساء أطفال، كلنا نروح إلى صاحب الحمية. صاحب الغيرة ما يرضى. أبو فاضل بخيمته وإذا يسمع ضجة ضجة جاية من صوب خيمة زينب، يلطمون على الأصدور، يونون، أطفال يصرخون. طلع من الخيمة وإذا يشوف زينب جاية، عن يمينها سكينة حاملة وأخوها، عن شمالها الرباب تبكي، والنساء والأطفال من خلفهم بكاء ونحيب. طلع أبو فاضل مسرع، زينب الصاير؟ قالت يا أبو فاضل ترضى شيمتكم يموت هالطفل من الظما؟ ولد أخوك بيموت يا أبو فاضل؟ نكس راس أبو فاضل خجل وحيا. زينب وإيش بيدي؟ كل ما أروح إلى الحسين يرخصني يرجعني. قوم قوم يا أبو فاضل، زينب تأخذ إليك الرخصة. زينب تأخذ الرخصة من الحسين، حطت إيدها بإيد أبو فاضل، ومن خلفهم النساء والأطفال وكلهم دخلوا على الحسين في خيمته. الحسين بس شاف أبو فاضل إيده بإيد زينب وجاي ووراه الأطفال والنساء، صاح وأخاه. أقبل أبو الفضل وانحنى على الحسين يقبل قدمه، أبا عبد الله أرخصني فلقد ضاق صدري، ترى بموت بالخيمة يا أبو علي، شوف أطفالك، شوف الرضيع بموت. الحسين رفع رأس أبو فاضل من على التراب، قوم يا أبو فاضل، كسر قلبه. إذا كل ولا بد اطلب لهؤلاء النساء والأطفال شيئا من الماء. فرح أبو فاضل، قام بيطلع من الخيمة، شاف الحسين يمشي بيطلع من الخيمة، صاح أخويا تعال يا أبو فاضل تعال، ضم إلى صدره وصاح وأخاه. طلع أبو فاضل، زينب حصلت الرخصة يا زينب، وين الجود؟ القربة، الدار، السيف، الراية، جيبيها لأخوك يا زينب. يلا دخلنا إلى المصيبة، يلا يا مولاي، مأجور مأجور، هذا يوم سابع، عز علينا نجيب مصيبتك يا أبو فاضل بهالحالة. يقلها زينب يا خي قرب الجود، ودن الدرع والطاس والعود، ولا من سمعت بروق ورعود، قالوا عسى الوالي لنا يعود.
صعد على جواده همزه إلى ناحية المعركة. أي شيعة بني سفيان، أنتم كفراء أم مسلمون؟ أيجوز في دينكم يموت الحسين وأطفاله ونساؤه عطشا والماء مباح تشرب منه الكلاب والخنازير؟ جاوبوا بصوت واحد: والله يا عباس، لو كان وجه الأرض كله ماء وما نزلتم على أمر الأمير ما ذقتم منه جرعة واحدة. نبض العرق الهاشمي بين عينيه، نشر الراية على رأس الراية العظمى هذه، سل صارمه، همز الجواد إلى ناحية المشرعة، قلب الميمن ميسرة، الميسرة ميمنة، القلب على الجناحين، دخل من أطرافهم ومن أوساطهم، حدر قمر هاشم على جيش العدا وصه رمح المنية وصارمة بتار لاجة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة، متبختر مكيف ملاقى الموت عيد، حتم القضب سيفه وعزرائيل ايق فضاها والعساكر شافته، شعت جبينه وصارمه تذهل بالابصار من صرخته، ذاك الجمع مثل الرحادة فاضت طفوف الغابرية وصاحت إنه بس امتليت اغمد البتارك يا سرد. عيون المسامي من ظهور الخيل شلع، كم حيد مدرع خطف والعسكر تضعضع، كل ما تراكم غيمها نور يتشعش، فرت حد في الموت يلقط ويلب، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، يشوف نسف جيش العدا وفلى لجمو، وطلعت مريبة وتنتظر زينب تصيح الكفيل أبطاها عساه يعود خير. قالها يا زينب للنهر حول بجودة، أخلى ملازمها عسى تسلم زنودة، دخلي الخيمة وطلبي من الله يعودة، سورج تراه والذي لعيالك ظلة. نزل إلى المشرعة خاض في الماء، ماي بارد عطشان أبو فاضل، أنت تأكد إذا النساء ما شربوا ماء يومين ثلاثة؟ أبو فاضل أعظم أعظم أبو فاضل، مالت النفس إلى الماء. ترى أبو فاضل يا جماعة ما يبغي يشرب الماء، والله ما يبغي يشرب الماء، النفس مالت إلى الماء، أراد أن يؤدب نفسه، يقول الله تتمنين الماء قبل الحسين؟ اغترف غرفة وأدناها من فمه، النفس بعد مالت أكثر إلى الماء، دب الماء من يده. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعي، والله ما هذا فعال ولا فعال صادق. طاب لي الماي بس هيا سبورد، غرف غرفة يروي
تذاكر لنا أخوه حسين بعد دب الماي من جفه وتحس هذا الماي يجري بطون حي وذوق قبل أخويا حسينه وظن طفلة يا ويلي من العطش ما يا ريت الماي بعده لا حلومة ملأ القربة وضعها على عاتقه الأيسر امتطى جواده سل حسامه نشر الراية على رأسه أراد أن يمضي إلى المخيم صاح ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب أحسن الله لكم العزاء عند ذلك مال الجيش بأكمله على العباس قطعوا عليه الطريق يبغى يوصل إلى زينب سلة صارمة قلب الميمنة ميسرة الميسرة ميمنة القلب على الجناحين أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن حلال المشكلات أوقع فيهم مقتلة عظيمة آجركم الله شيع موالون بينما هو يقاتل كمن له لعين لما مر به العباس رفع السيف وضربه على يمينه راح العباس يا زينب راح بعد إذا راح أبو فاضل وش يبقى من كربلاء أخذ السيف بشماله والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن وعن إمام صادق قلب الميمنة ميسرة الميسرة ميمنة أعياه نزف الدم وثقل السلاح والعطش ضعف العباس عن القتال بينما هو كذلك حمل عليه لعين وضربه على شماله فبرى اسمع اسمع وياي زينب على باب الخيمة عيونها بعيون الحسين متهلهل بحملات أبو فاضل شوية وإذا بوجه الحسين قد تغير دموع جارية زينب ما قدرت توقف على طولها جلست على الأرض أبو علي ترى اللي بالمعركة كافلي ما عندي أحد غيره وإيش صاير بأبو فاضل مات قتلوه قال زينب ألا تنظرين إلى رايته تتمايلنا تارة نحو اليمين وأخرى نحو الشمال قالت إي أبو علي قال أعظم الله لك الأجر فلقد قطعوا يمينه وشماله تحير عيونه على باب الخيمة لا يمين لا شمال شلون يوصل الماء إلى المخيم جاءته السهام من كل مكان وهو يتقي السهام بجسده ليحمي القربة بينما هو كذلك وإذ بسهم يقع في القربة فأريق ماؤها دموع جارية وهو يشوف الماء يجري سامحيني زينب سامحيني سكينة راح الماء يا زينب وراح الأخ ويا بينما هو في حيرته وإذا بسهم يقع في عينه
هذا السهم اللي حير أبو فاضل، مد يمينه ما عنده يمين، مد شماله مقطوعة، مأذن السهم ناشب بعيونه، أخرج رجلاه من الركاب، جلس على قرفص الفرس، وضع السهم بين ركبتيه، يجر ذلك السهم يا شيعة، بينما هو كذلك برز له لعين بعمد من حديد، وضرب العباس على رأسه. والله ما نقدر نقرأ يوم سابع، يا ريتني وإياكم أبكي. تفتت رأسه، سال على كتفه. تسألني يمكن يسألني المؤمن، تسألني المؤمنة، شلون طاح أبو فاضل؟ سقط على حر وجهه، واحد من الشعراء الموفقين يقول لبالكم العباس لما طاح ما حد استقبله على الأرض، من هو بيستقبل الحسين بالخيمة؟ قال لي لا، اجت وحدة متعنية إلى أبو فاضل قاعد عند رأسه، تصيح وا ولده وا عباسه. عباس تعجب يقول هذه من هي؟ أمي، أم البنين، وش جيبها من المدينة؟ لو هذه زينب، من هي المرأة؟ جاوبت يلا يلا اسمعني اسمعني يا مولاي، تقل لراسك من شطر شطرين، وانا اليمنى واليسرى، يقلها انت ام لبنين، تقل فاطمة الزهرة. قام يسألها اسئلة بتألمك بعد، يقلها دمعتك حمرا، تقل عيوني من سطرة، يقلها تلطمين الراس، تقول ما اقدر اضرب على صدري يا ولدي، يقلها تلطمين الراس، تقل ضلوعي من كسرة، يقلها وين اخوي حسين، تقل من كسر ظهره. وصل وصل ابو علي، هذا شلون نوصف حالة الحسين؟ وصل واذا بالعباس يحتضر، مقطوع اليمين مقطوع الشمال. عظم الله اجرك يا ابو علي، يقول واحد من الشعراء قاعد عند رأس أبو فاضل ساعة يمسح الدم عن عيونه، وساعة يحرك السهم يبغي يقتلعه. أفاق أبو الفضل من غشوته، أبو علي صق هالسهم أذني بس خلّه بعيوني. قال لي ما تبغي تشوف أخوك قبل ما تموت؟ قال أبغي أبو علي بس مصيبة تجرحني. يا خويا السهم لا تشيله، قسمت براسك الغالي،
إذا شلت أخاف أنظر زينب مسلب قبالي يا خويا السهم لا تشيله قسمت براسك الغالي أخاف أنظر إلى زينب يا خويا مسلب قبالي خلي السهم بعيوني وخلني مرمي فوق القاع إذا شلت أخاف أنظر لزينب ما عليها قناع كفاية أنا أسمعها تنادي ضاع خدري ضاع وصعبة من أشاهدها كثيرة تنظر أحوالي يا كافي الخدر زينب زينب شنه تتحمل يكفيها إذا فرت وركبت فوق ذاك التل وشافتني على التربان من دم نحري مغسل وتنظر يا قمر عدنان قطيع يميني وشمالي اسمح لي اسمح لي يا مؤمن ماجور 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 يقول سهم نحري علي ارحام دي خلي اقسم بنحراك اخاف انظر اذا شلت اخاف انظر للمثلث خرق ظهرك واشوف الشمر من عالم تربع على صدرك أبو زينب راح أخوه راح أخوه أنا بعد عندي وقفة أخيرة يوم سابع يمر علينا صدق ما عدنا حضور بس عدنا إيمان واعتقاد أهل النبوة موجودين بالمأتم أنزل متعودين خطباء يوم سابع خصوصا بالبحرين يخلصون مجلس يوم سابع وين الكفين وين الكفين يا سردال الحرب وين الجفين دمك صابين من زنودك يصوب وين الجفين شيلها وياي وين الجفين إيه وقف وقف دمك دمك صاب هل عجب منك يا شايل رايتي وساق العطاشة بلكت يا حيد الشريعة وطيحت مفتوت الحشاشة إيه ثلاث ضربات مأجور غارق بدمك وخدودك والنابل جسمك فراشه نخيت حسين يا شيال العالم ها يا نحسين صدلي بالعين انشتك يا شهم وين الجف
يلا وين الجف دمك دمك صوب من ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة ما يتروى أبو فاضل قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة شلون عباسي تروى وينساب وسكنة ورضيعة طفلك يا حسين شعب نبوة طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي مهجته وين الجفين وين دمك راد يفتح عين عيونه والديمة جامد عليها تحسر وهلت دموعه وغسل دم العين بيها قال يا أخويا الوادي عبجاه أبونا من تيجيها تعذر لي زين يا أخويا بطيحتي تعذر لي زين مالي يدين دعاين حالتي وين الجفين وين دمك سافح دمعه وصافت شفه وضلع لعضي ديتي لو قال خلي على الشريعة جثيتك ما هي مروة أرد أشيلك للوادي ونقضي حقوق الأخوة وبدمع العين لا غسل طبريتك يا نور العين يسراك منين أجيب يمنيتك وين الجف وين وين دمك دمك صوم يلا قعد قعد وياك بيت واحد وأسألك الدعاء زينب بالخيمة وإذا الحسين راجع بروحه وانا اخوي ساكت ابو علي ابو علي وانا العباس صفق ايد على ايد قال اعظم الله لك اويلي اويلي شلون يا ابن امي تقل ما جبت عباس لنا أول تالي أخويا الماي صار أقشر علينا حيف يا شايل حملنا أبو الفضل راح من دينا إجت الأطفال اتجمعت حوالي زينب وين عمنا احنا عطاشا عم زينب ما رجع أبو فاضل قالت في وين راية العباس جيبوها لي بسرعة أباحبها وباشمها وباخذ لي واخذ منها لي قطعة وبعطيها لأيتامي تأمن بيها من كل خبر